بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، في أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد. في كمان نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن حضرتك قلت لنا إنه امبارح كان آخر يوم لحالة الاستقرار الجوي، ومن النهاردة هنبدأ حالة من عدم الاستقرار، أعتقد هتستمر 3 أيام مع نشاط للرياح. كلمينا أكتر عن حالة الجو النهاردة يا دكتورة منار. بالفعل طبقا طبعا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يمكن احنا نوهنا أمس وأول أمس إن احنا اعتبارا من اليوم الأربعاء هنبدأ حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وده بسبب تأثر البلاد بوجود امتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يتزامن معه أيضا منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط. وجود المنخفضين هيعملوا على حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، الاجواء هتختلف عن الايام الماضيه بشكل كبير، وهيكون اول عنصر في الحاله الجويه اليوم طبعا انخفاض قيم درجات الحراره. هنشعر اليوم بانخفاض قيم درجات الحراره، العظمى على القاهره الكبرى اليوم هتكون 20 درجه مئويه خلال فتره النهار، مع وجود نشاط للرياح في معظم المحافظات يحسسني بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، فبالتالي اجواء فتره النهار هتكون اجواء شتويه مائله للبروده في المحافظات الشماليه اللي هي السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، اجواء مائله للدفء الى دافيه في المحافظات الجنوبيه، ده هيكون فتره النهار. كمان فترات الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، نرجع تاني للاجواء شديده البروده خاصه في ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر في معظم محافظات الجمهوريه، احيانا ممكن المدن الجديده والاماكن المفتوحه كمان تحس بالبروده اكثر من المناطق الداخليه، يعني احنا لو الصغرى فتره الليل على القاهره الكبرى هتكون 12 درجه مئويه، هنلاقيها في المدن الجديده ما بين 9 و10 درجات، فلازم ناخد بالنا من الانخفاضات في قيم درجات الحراره. كمان اليوم طبعا احنا قلنا هيكون في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده ممكن نلاقيه مثير لبعض الرمال والاتربه في بعض الاماكن، وخاصه الاماكن المفتوحه والاماكن المكشوفه، بالاضافه طبعا فرص الامطار اللي بدات بشكل كبير خلال الساعات الماضية خاصة في المحافظات الساحلية. اليوم متوقع أمطار متوسطة ورعدية على أغلب المحافظات الموجودة في شمال الوجه البحري وأيضا مطروح والأسكندرية السواحل الشمالية الغربية، تمتد خفيفة متوسطة للسواحل الشمالية الشرقية لها دمياط بورسعيد رفح العريش، أيضا الأمطار هتمتد خفيفة لبعض المناطق الداخلية اللي هي مدن القناة الوجه البحري القاهرة الكبرى شمال الصعيد بعض المناطق من سيناء. ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هيكون غدا الخميس والجمعة إن شاء الله، لأن كميات الأمطار هتزيد بشكل كبير وهيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، ومهم جدا لازم نحافظ على شتاء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة فترات الليل متأخر فترات الصباح الباكر، مهم كمان القيادة تكون بهدوء تام مع أي ظاهرة جوية ممكن تأثر على الرؤية الأفقية زي تساقط الأمطار خاصة في المحافظات الساحلية أو حتى كمان الأتربة والرمال المثارة، مهم كمان مرضى الأسهال الصدرية والجيوب الأنفية ناخد بالنا، لازم نرتدي الكمامات وإحنا خارجين، وطبعا نكون في متابعة مستمرة للنشرات الجوية. أكيد طبعا. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على هذه النصائح الهامة. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى زي ما قالت الدكتورة منار 20 والصغرى 12 والعاصمة الإدارية 20-11، الإسكندرية 17-11 والعلمين الجديدة 17-11 أيضا، مطروح 16-10 ودمياط 18-13، بورسعيد 19-13 والإسماعيلية 21-11، في السويس العظمى 20 والصغرى 12 وفي العريش 20-10، كاترين 14-4 وطابة 19-12، حلايب 24-18 وشلاتين 26-16، شرم الشيخ 24-15 والغردقة 24-14.
الفيوم 20/10 وبني سويف 20/10 ايضا، الوادي الجديد 23/6 واسيوط 21/8، سوهاج 22/9 وقنا 23/10، الاقصر 24/11 واسوان 25/11. وكده خلصت نشرتنا الجويه المفصله. عوده مره اخرى لمصطفى وبسنت متابعه فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا.